بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. زمان كان بيكتب على ظهر كراريس المدرسة من أول أولى ابتدائي لثانوية عامة عنوان كبير بيقول اعرف عدوك، علشان كل جيل يطلع من صغره عارف الخطر جاي منين وما يحصلش حاجة تلهيه عن عدو الحقيقي زي اللي بيحصل دلوقتي. نابليون كان بيقول إذا رأيت عدوك يدمر نفسه فلا تقاطعه، زي ما احنا محدش بيقاطعنا دلوقتي، ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق، وكان هيحصل في مصر. لكل المصريين ولكل العرب، العدو زرع الفتنة بينا باسم الدين، رملنا الطعم واحنا بلعناه كويس قوي. يا مصريين خلي بالكو، الفتنة لسه ما تمكنتش منا. اوعى تفتكروا ان باسم الدين والشرع هيفرقوا بينا، العدو هو اللي رملنا الطعم ده. من فضلكو خلي بالكو، كل اللي بيحصل في الوطن العربي لصالح العدو. كل الفتنة اللي زرعوها بينا هتحقق حلم واحد، وهو من النيل للفرات، حلم اسرائيل. يا عربي يا مصري، ما تحققش الحلم الاسرائيلي، حقق الحلم العربي واتحد فوقه قبل فوات الأوان. جايين واعوان الاستعمار والصحف المهجوره بيقولوا لما بتعمل جيش ساكت ليه؟ ما تروح تحارب فلسطين ورد ارض فلسطين والارض السليمه. وقلت لهم هنا ان احنا ايه اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنه 48؟ اللي خلانا ضعنا في فلسطين سنه 48 ان احنا دخلنا واحنا بنقول وحده الصف، ما كانش فيه وحده هدف، كان فيه خيانه وكان فيه عملاء للاستعمار وكان فيه رجعيه وكان في ناس بتاخد اوامر من لندن. قلت لكم السنه اللي فاتت رد على هؤلاء الناس، قلت ان احنا ان شاء الله هنروح، ان شاء الله سنكون قادرين على تحرير الأرض السليبة في فلسطين. فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها، وليس هناك من يقبل اليوم في العالم كله شعارات رفعت هنا في إسرائيل تتجاهل وجود شعب فلسطين، بل وتتساءل أين هو هذا الشعب. إن قضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروع لم تعد اليوم موضع تجاهل أو إنكار من أحد، بل لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع تجاهل أو إنكار. إنها واقع استقبله المجتمع الدولي غربا وشرقا بالتأييد والمساندة والاعتراف في مواثيق دولية وبيانات رسمية. لن يبدي أحدا أن يصم أذانه عن دويها المسموع ليل نهار، أو أن يغمض عينيه عن حقيقتها التاريخية. كما أن تزامن العدوان الإسرائيلي على لبنان مع عدوانها المماثل على الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة إنما يؤكد حقيقة أن توقف عملية السلام هو لب المشكلة وجوهرها، ويؤكد الحاجة لإعادة النظر في مسار جهود السلام والتقييم الأمين لمسببات توقفها وإخفاقها. كما تبرز الأزمة الراهنة الحاجة العاجلة لإحياء عملية السلام على كافة مساراتها بسعي جاد يعي خطورة الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله. إن مصر التي أطلقت عملية السلام تحذر من عواقب انهيارها،
وما يؤدي إليه العدوان الإسرائيلي الراهن من تخويض فرص استمرارها ونجاحها. وستظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وملفا أساسيا من ملفات السياسة الخارجية المصرية. فمصر تعلي مصالح الشعوب العربية على صغائر جماعات ضيقة. مصر التي أخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ستواصل مسيرتها ودعمها حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة ويحقق حلمه وحلمنا جميعا دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وستظل القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى وملفا أساسيا من ملفات السياسة الخارجية المصرية. مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. من نفس المكان ده، من العربية دي، من الكنبة دي، دايما بكلمكم وانا رايحة جميع الاماكن اللي بنبقى من خلالها عايزين نقدم رسالة، وبالذات واحنا رايحين سينا. وقعدنا نقول ارض البركة جزء غالي جدا من مصر، واحنا رايحين محافظات مصر كلها عشان نقدم مشاكلها ونحاول نحلها، عشان نبين الايجابيات والسلبيات الموجودة في مجتمعنا. النهاردة يمكن من 12 سنة يوم خاص جدا ورحلة خاصة جدا ورحلة بقالنا كتير بنفكر فيها وبننتظرها، ولكن كل حاجة بأوان، كل حاجة بوقت. النهاردة احنا أملنا كبير ان احنا نروح نصلي في المسجد الأقصى. احنا رايحين فلسطين، وتاني بكررها، احنا رايحين فلسطين مش اي حتة تانية. واذا كنا بنعترف بدولة فلسطين وبنقول انها فلسطين، يبقى لازم نروح فلسطين، لأن عدم مروحنا هناك يفيد أو يبين أن دي مش فلسطين. أيا كان مين اللي عايش على أراضيها، أو أيا كان مين اللي بينعم بخيرها، أو أيا كان مين اللي بيدعي أنها ملكه، إحنا مؤمنين أنها فلسطين. وعشان كده أنا بدعوكم كلكم أنكم تروحوا فلسطين وتقفوا جنب الفلسطينيين وتقولوا لهم ان احنا معاكم وهنفضل معاكم. وفي فرق كبير قوي بان احنا نبقى بنحارب الارهاب وان احنا بنعشق هذه الاراضي المقدسه وبنعشق اخواتنا العرب وبنعشق كل فلسطيني ومؤمنين جدا بقضيته، مش النهارده، من زمان جدا جدا، من 48. عيشوا معانا لحظه بلحظه. واحنا رايحين دلوقتي مطار القاهرة ناخد طيارة الأردن عشان ندخل عن طريق المعبر، رحلة شاقة عشان ما نختمش باسبوراتنا الختم اللي انتوا عارفينه، لأن زي ما انا بقول احنا رايحين فلسطين مفيش اي حاجة على باسبوراتنا ولا في قلوبنا ولا في عقلنا هتقول اي حاجة غير فلسطين.
مطار المملكة الأردنية الهاشمية ومطار عمان، وسعيدة جدا جدا باستقبال الناس لينا، وقد ايه البرنامج ليه مشاهدة في الأردن. سعيدة جدا جدا جدا، لسه هنشوف في فلسطين كمان في ايه. مطار جميل جدا ومنظم جدا وناس لطيفة جدا جدا جدا. بداية طيبة، وإن شاء الله بإذن الله ادعوا لنا ان تكون رحلة موفقة آمنة، ونخلي كل الفلسطينيين يرفعوا علم مصر ويقولوا تحيا مصر، زي ما احنا بنقول ستظل فلسطين باقية، وهي فلسطين بس مش اي بلد تانية ولا اسم تاني. يلا نبدأ رحلتنا، هنمشي دلوقتي من الأردن على رام الله، تابعونا. احساس جميل جدا، لان الترحاب غير طبيعي لدرجه ان المطار طلعونا من غير ولا يفتشوا الشنط ولا يحطوها في الجهاز، ما رضيوش ان احنا نقف ابدا، ولا منسقين مع حد هنا ولا مع السفاره ولا مع اي حد، ما رضيوش حتى نقف في طابور الجوازات. معامله غير طبيعيه. من مطار الاردن لمعبر الملك حسين كان حوالي نص ساعه. خلصنا إجراءاتنا بسرعة ووصلنا الجسر الإسرائيلي اللي بيدخلنا على الأراضي الفلسطينية. لقينا أمم من البشر زي ما أنتوا شايفين بتتعامل أسوأ معاملة، طوابير طويلة جدا، معظمهم فلسطينيين بيستأذنوا قبل دخولهم بلدهم. وقفنا أكتر من 4 ساعات زي ما أنتوا شايفين مستنيين دورنا عشان ندخل، وتعرضنا لتفتيش قاسي جدا. زي ما احنا شايفين بعد ما بتعدي وبتدخل جوه، بعد ما بتتفتش بتقف على الشباك قدام الموظف الاسرائيلي يقولك جاي ليه وجيت ازاي. وقفنا قدام الشباك ده اكتر من ساعتين، قالوا لنا الوثيقة الفلسطينية اللي انتوا دخلتوا بيها دي متنفعش، احنا عايزين الاصلية. قلنا لهم احنا السلطة الفلسطينية بعتلنا الوثيقة على الايميل، هنجيب الاصل منين؟ وقفونا اكتر من ساعتين ووهمونا ان السلطة الفلسطينية مهتمتش بينا، وان هم هيحاولوا يقفوا جنبنا ويطلعوا لنا الوثيقة الاصلية. بعد ما وصلنا رامالة اكتشفنا من السلطة الفلسطينية ان هم بعتن لهم الوثيقة على المعبر، وان هم ما كانوش عايزين يطلعوها بسهولة عشان يبينوا لنا ان احنا مش مرحب بينا. زي ما انتوا شايفين كده الناس قاعدة على الكراسي ملطوعة. كان معانا واحد بيتكلم عبري، أحمد جمعة. بعد ما الست شافت باسبورات المصرية قالت بالعبري اركنهم شوية، وابتدت يبقى في مشادة كلامية بين أحمد والست أو العسكري الست، وسألها ليه نتركن شوية، ما ردتش عليه وتجاهلته ومشي تقلب شعر أحمر اللي عدت قدام الشاشة دي. فضلنا واقفين كتير جدا جدا جدا، وتعرضنا مش هقول للإهانة عشان ما بقاش كذابة، لأن عمرنا ما هنقبل الإهانة، ولكن بيزهقك ويقرفك عشان ما تفكرش تيجي فلسطين تاني، ويقولك دي أرضنا ما تهوبش ناحيتها. يمكن الابتسامة اللي كانت على وشي في الأردن راحت، لأن كتير قوي بنتكلم عن الاحتلال، وكتير قوي بنتكلم عن الدولة الفلسطينية المحتلة، بنتكلم عن يعني ايه يبقى حد بيتحكم فيك، بنتكلم عن العنف، بنتكلم لكن ما شفناهوش، ما عشناهوش. يعني فكرة ان كانت جزء من بلدنا محتل، بنسمع سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم، ونقعد نهلل وبتاع ومش عارفين يعني ايه حتة ارض ترجع. لا، النهاردة انا خدت درس واكتشفت ان فكرة ان ارض ترجع دي غالية جدا. اي حد اشترك في 73
احنا بنشوفهم في عيد 6 اكتوبر وهم طالعين على كراسي وعلى مش فاهم بياخدوا نياشين ويبقى اللي هممنا ان احنا واخدين اجازه من المدرسه ومن الجامعه ومن الشغل يوم 6 اكتوبر. لا احنا 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 وحشين والله، احنا وحشين. الناس دي ضحت بنفسها عشاننا جامد جدا. الناس دي رجعت لنا روحنا، رجعت لنا كرامتنا، رجعت لنا عزتنا. الشطات اللي يمكن هنشوفها في المعابر اللي هي مش باينه قوي طبعا لانها بموبايل، الذل والمعامله حاجه صعبه قوي انك تستأذن قبل ما تدخل بلدك، تقف طوابير عشان تدخل بلدك، مليون ورقه او مليون شفيه عشان تدخل بلدك. انا اذا كان انا غيرت كواحده عربيه ان انا عشان ادخل بلد عربي زي يحصل كل ده، ان انا يبقى ست محجبه فلسطينيه واقفه بتاخد اذن من واحد اسرائيلي. احنا مرينا برحله مش لطيفه من الاردن للمعبر، واحنا دلوقتي في دوله فلسطين، الاداره العامه للمعابر والحدود، وصلنا رام الله. وانا مصممه ان احنا ندخل المسجد الاقصى ونصلي في المسجد الاقصى، واخدين معانا اعلام مصر، وهنشوف اذا كانوا هيدخلونا بعلم فلسطين ولا لا. ولكن احنا قناعه شخصيه، احنا فلسطين وكل دي فلسطين، اذا كان القدس ولا غزه ولا رام الله، احنا فلسطين. بس انا احبطت النهارده لان انا حسيت ان حلم التحرير ده صعب وبعيد. يمكن لما شفت الفلسطينيين بيتعاملوا ازاي، يمكن لما شفت المعاناه، حسيت ان في زي ما تقول المقاومة قلت، أو مش عارف، أو استسلام. إحنا وقفنا، خدنا إذن إحنا كمان. دلوقتي متلخبطة جدا، مش عارفة يعني مش عارفة إيه الصح وإيه الغلط، ومش عارفة هل أنا كنت مفروض أقول لهم أنا مش هستأذن قبل ما أدخل فلسطين، وأنا ما كنتش هدخل. أنا نفسي نترجم موضوع تحرير فلسطين ده يعني لحاجات بجد، يعني مجلس الامن هيعترف بدولة فلسطين. ده كنا وقت احنا مصممين احنا موجودين فيه على الارض دي عشان نرفع علم فلسطين في كل شبر هنا. تعالوا معنا نشوف هنكتشف ايه دي. رحين رام الله، وزي ما سمعنا ان السلطة الفلسطينية بتدير جوه ريحة وجوه رام الله، ولكن الشوارع اللي بينهم دي تحت السيطرة الإسرائيلية. زي ما احنا شايفين كل اليوفات مكتوبة بالعربي، مكتوب تحتها بالعبري. ما انتش عارف هي ايه يعني. حتى اليافطة اللي جاية دي لو تهدي عندها كده. هشمروني هتوف يعني ايه؟ اسم مستعمرة اسرائيلي. يقولوا الاسرائيليين يعيشوا في الجبال عشان عندهم معتقد ديني انهم ما يعيشوش في الوديان، احسن انهم يعيشوا في الجبال. فكل حته فلسطين عايشين فيها في الوادي، فوقيها جبل مستوطنه اسرائيليه زي ما احنا شايفين كده.
هاش ومروتي هتوف، دي مستعمرة فوق. ما كنت ما يعني عندي حالة قرف وغثيان، وبنشوف الأفلام ومسلسلات، بس لما نيجي نشوف في الواقع صعب. تنفع تتكلم معنا؟ ينفع ناخد منك حديث؟ قولي انت انا حاسه كده ان انا متلخبطه. انت مش متلخبط وانت نص الشوارع تحت السيطره الفلسطينيه وبره الاسرائيليه، واليوفت نصها بالعربي ونصها بالاسرائيلي؟ انت كفلسطيني يعني حاسس بايه؟ احنا ما فيش مجال، احنا تعودنا على هالكلام، يعني ما تعودنا على هالكلام، ما فيش مجال. تعودتوا على العيشه دي خلاص؟ اه خلاص، مش طبيعي، تعودنا على هالكلام، ما فيش مجال. معاملة عاملة ازاي؟ معاملة عادي ولا زي ما بتطلع في الأفلام كده عنف لا ما عنف ما مش دايما، لما يكون دايماً في مشاكل. لا ما يكون في مشاكل، لكن حصل إن الناس يعني قبلت بالموقف كم مرة؟ يعني قبلت، يعني قبلتوا العيشة خلاص؟ ما فيش حل تاني، فيش حل تاني، ما في حل تاني. يعني أنا بجوز عمري 32 سنة ما دخلتش القدس بالمرة. ممنوع تدخل القدس؟ إلا بتصريح، أنا ما دخلتهاش غير مرة ولا مرتين وأنا صغير كمان. هذا أنا بالإنجليزي إذا ما أدش عليك ما أدش عليك. هاي ما عليه أدوميم، أكبر مستعمرة بالضفة الغربية. مستعمرة إسرائيلية؟ أحسن هيك، مستعمرة من هون تشبك مع القدس. الصبح متهيئ بين أكتر. آه بالنهار، هلا بتبين عن الجبل من هون. بعد الجبل هاد هي أكبر مستعمرة في الضفة الغربية. من الجبل من هون تشبك مع القدس. صباح الخير، يوم جديد. ومش هكذب عليكم، انا امبارح كنت متضايقه جدا جدا جدا، لان احنا ما كناش عايزين ختم اسرائيلي يبقى على باسبورنا، كنا عايزين نيجي على الاراضي الفلسطينيه على طول، فقررنا ان احنا نمشي من خلال الاردن، ودي كانت رحله صعبه جدا جدا جدا، وزي ما قلت لكم كان فيها ذل وقهر أكتر من أي حاجة تانية. الفكرة إنك تشوف أخوك الفلسطيني والإسرائيلي بيقول له يلا 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 ارجع ورا، تعالى كده تعالى كده، ومعاملة غريبة جدا جدا. المؤسف بقى إن أنا كل ما بسأل عايز أروح كنيسة القيامة يقولوا لي لازم إذن من اليهود، عايز أروح المسجد الأقصى ما ينفعش أدخلي القدس. طب السلطة تاخد لي إذن؟ لا ما ينفعش. طب ينفع ان انا يعني ينفع ان انا بالوثيقة بتاعت السلطة الفلسطينية دي ان انا اقول لهم انا جاية تبع السلطة الفلسطينية وعايزة ادخل القدس؟ بل احنا ما نقدرش نهوب ناحية هناك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا كل اللي كنا فاهمينه ان ناس عايزة تحرر بلدها فبتضرب بالطوب والحجارة، والناس بتحاربهم او بترد عليهم او لا، ما طلعش كده. طلع ان في اماكن منهم المسجد الاقصى في فلسطينيين كتير قوي ما يقدروش يهوبوا ناحيتها. انا اول مره اجي بلد وهبقى ماشيه كده على باب الله، ولا معايا اذن تصوير في حاجه، ولا عارفه اخد اذن تصوير في حاجه، لان كل حاجه كانت لازم تبقى بالتنسيق مع اليهود، وانا مش هنسق حاجه مع اليهود او الاسرائيليين. بلاش اقول اليهود، لا اليهود دي ديانه، انا مش هنسق حاجه مع الاسرائيليين.
هنمشي هوريكم ايه هي فلسطين وايه هي رام الله وايه هي بيت لحم وايه هو وفين هي القدس وبيبعدوا عن بعض قد ايه وهل في حته الفلسطين بس لوحدهم؟ لا، فلسطين جوه اه، لكن حوالين كل حته معمول عليها كردون اسرائيليين، كل حته فيها كمائن اسرائيليين. مش عارفه اقول لكم ايه لان في حاجات عايزه اقولها. كان نفسي قوي اجي هنا اقول لكم ايوه وهنحرر وهنعمل وهنسوي، بس ده انا ابقى كذابه قوي. ان اللي شايفاه هنا لا تعليق. زي ما قلت لكم احنا واقفين طبعا بسرعه، احنا دلوقتي احنا في رام الله زي ما انا قلت في مستوطنه، يعني احنا دلوقتي في رام الله اهو، في كل حته حواليها مستوطنات اسرائيليه، كل حته مفيش حته كلها فلسطينيين، كل حته حواليها مستعمره اسرائيليه. الناس دي اللي هي متدينين اللي انا قلت عليهم امبارح، اللي ورانا دول كلهم اللي فوق الجبل دول، دول اسرائيليين وهنا الفلسطينيين. متقدرش تدخل جوه المستعمرة دي، متقدرش تصور جوه المستعمرة دي، متقدرش تيجي جنب الناس دي خالص. يعني لا شك ان فكرة ان العالم يترفع دي حاجة كويسة، انا مبسوطه ان انا ماشيه في شوارع فلسطين وبعاتب نفسي ان انا اتاخرت قوي في ان انا اجي هنا، بس انا ما كنتش عارفه اجي اعمل ايه. يعني انا خفت الواقع يبقى وحش قوي فما اعرفش اقوله. طبعا احنا هنا مش في غزه، مش في المكان اللي بيحصل فيه القصف لما يبقى فيه قصف، لكن هنروح بيوت الفلسطينيين والناس اللي بتعاني من الاحتلال ونشوف هيقولوا لنا ايه. فكره ان العالم مرفوع دي فكره ايجابيه جدا، لكن عايزه اقول لكم العالم مرفوع هنا والمستعمره الاسرائيليه زي ما قلت الناحيه الثانيه اهي، اسمها ايه؟ ابن ايل. وما ينفعش حد من الفلسطينيين يقرب ناحية المستعمرات دي، ادوهم الحق انهم يرفعوا العلم، ادوهم الحق انهم يشتغلوا ولكن تحت سيادتهم وتحت سلطتهم. عايزين ترفعوا العلم ارفعوه في الاماكن المخصصه ليكم، عايزين تمشوا عايزين تروحوا عايزين تيجوا، لكن ما حدش هيطلع ولا هيدخل ولا هيروح ولا هيجي ولا هيعمل غير باذننا. تخيلوا ان احنا نحلم مع بعض ان العالم ده يبقى في كل شبر هنا وخصوصا في القدس، لان انا ابتديت احس يعني هم لو عليهم هيسيبوا الفلسطينيين عايشين هنا، هم بيقولوا بس المتدينين اللي بيعيشوا في الجبال، لكن واضح ان الغرض هو القدس وطبعا في تل أبيب. هل الناس اللي قاعدة هنا تعايشت؟ يعني خلاص رجوا بالواقع؟ هل الهدوء اللي انا شايفاه ده خلاص؟ إنهم عايشين مع بعض؟
هو ده السؤال لازم اسأله واسأله بجرأة. هل الشعب الفلسطيني استسلم وتعايش مع الشعب الإسرائيلي عشان راح أرواح كتير قوي؟ الناس اللي عايشين في رام الله هنا، هل الناس دي استسلمت ولا اكتفوا بأن يبقى عندهم أماكنهم؟ اللي يقال أنها تحت إدارة السلطة الفلسطينية، بس أنا فكرة أني دخلت بإذن الإسرائيليين أو قدمت الوثيقة بتاعت السلطة الفلسطينية للإسرائيليين، فهي سلطة بلا سلطة. رئيس أبو مازن فوق راسي من فوق، ولكن هي سلطة بلا سلطة ودولة بلا دولة. هل هناك دولة ملهاش عملة؟ دين العملة بتاعتهم كده؟ الشكل باينة ولا أقربها لك؟ بنك الحظ، فاكرين الكروت والفلوس بتاعت بنك الحظ؟ الشكل دي عملة إسرائيلي اللي بنتعامل بيها في رام الله. هل هناك دولة بدون عملة؟ يعني بدون اقتصاد؟ هل احنا مبسوطين احنا نضحك على بعض ونقول المكان ده تبع السلطة الفلسطينية والمكان ده تبع السلطة الفلسطينية؟ لا، مفيش حاجة تبع السلطة الفلسطينية. في اماكن عايشين فيها الفلسطينيين، لكن الدخول والخروج منها حواليها عشان تروح مثلا من 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 بيت لحم لرام الله في كمائن إسرائيلية، من أريحة لرام الله برضو كمائن. يعني بين المدن أو المحافظات دي برضو سلطة إسرائيلية، والفلسطينيين بيتعاملوا بعملة إسرائيلي. احنا مش في تل أبيب، احنا مش في القدس، احنا في رام الله نتعامل بهذه العملة. ولكن ما زال علم فلسطين مرفوع. هل مرفوع بجد ولا مش بجد؟ احنا جينا دلوقتي جنينة اطفال في فلسطين. نفسي اعرف الطفل الفلسطيني ده بيفكر ازاي، باصص للحكاية ازاي، عارف ان في احتلال، فكرة ان هنا اسرائيليين وهنا فلسطينيين، هو بيتعامل ازاي كده، بيعمل ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. وحياتك ايه؟ جنسيتك ايه؟ فلسطين. فلسطين. وعايش هنا من قد ايه؟ من يوم ما ولدت. من يوم ما اتولد. فكرة ان هنا فلسطينيين وبعدين هنا مستعمرة اسرائيلية وبعدين بين المحافظات، يعني بين اريحة مثلا ورام الله كمائن اسرائيلي وكده، انت احساسك ايه دلوقتي؟ انك تعايشت؟ مش تعايشت، احنا هيك غصب عنا، يعني مش بخاطرنا، يعني احنا في ايدنا نسوي، مش ايدنا تسوي شيء. في امر واقع قصدي رديتوا بيه؟ مفروض علينا، مش احنا راضيين فيه. مش حاجه تعمل قصدك؟ مفيش شيء، احنا مش رح نقدر نسوي شيء. بتقول لبنتك ايه؟ يعني بتسالك دول مين؟ دول ايه؟ بتعرف انه هدول يهود، هدول اخذوا دارنا، اخذوا بلادنا، اخذوا ارضنا، اخذوا كل شيء. كل شيء. بقول لك، انت اسمك ايه؟ مرجانة.
مرجانة؟ الله، اسم حلو جدا، عمري ما شفت حد اسمه مرجانة. قولي لي يا مرجانة، انت لما بتشوفي بوليس في الشارع اسرائيلي او كده، انت عارفة مين دول؟ مين دول؟ شرطة. ايه؟ شرطة. شرطة. طيب انت بتحبي الاسرائيليين؟ اه. ها؟ بس قولي لي انت بتعرفي مين اسرائيلي ومين فلسطيني وكده؟ تعرفي مين اليهود ومين العرب؟ مين اليهود ومين العرب؟ تعرفي؟ طيب اليهود دول مين؟ مناح اليهود ولا مش مناح؟ مش مناح. مش مناح. طب الارض دي بتاعت مين؟ الارض اليهود ولا العرب؟ عرب. الارض للعرب واليهود للعرب. طيب انت عارفه العلم ده علم ايه؟ شو هذا العلم؟ فلسطين. فلسطين دي بلدك صح؟ طب قولي لي انت نفسك الارض دي تبقى بتاعت العرب ولا مبسوطه خلاص؟ بتخافي من اليهود؟ مفيش متهيالي عندهم الرعب زي الناس اللي عايشه في غزه مثلا، او ما اعتقدش لانه ما شافوش زي ما شافوا، ما شافوش قصف وكده صح؟ لا لا. يعني نقدر نقول ايه مثلا؟ ان في مقاومه داخليه، لكن انتوا في واقع اكبر منكم؟ طبعا في غزه مش زي هون، في غزه في عندهم كل الموارد، احنا مش عندنا شيء. احنا قطعوا علينا الرواتب ما عرفناش نسوي شيء. ايه الفرق بين هنا وغزه؟ غزه مفتوح عليها كل شيء، يعني بيقدر يعني في عندهم سلاح. من الحدود يعني قصدك؟ طبعا بيقدر يهربوا عليهم من الحدود كل شيء، احنا هون لا مسكر علينا كل شيء، احنا هون من رام الله لنابلس مش قادرين نوصل. في غزه ايه غير مصر؟ فيش غير مصر، البحر، مصر. مصر بس. بس. يعني السلاح والحاجات دي ممكن. احنا هون فيش شيء. لكن هنا محوطينكم من كل حاجه. ما بيقدرش يسوي شيء. عشان كده الحدود المصرية مهمة. أكيد أكيد. طب قول لي، يعني نقدر نقول إن الهدوء ده أنت ولا داخل لك سلاح ولا هتقدر تقاوم ولا؟ هدوء مفروض ما نقدرش نسوي شيء، يعني إحنا سوينا شيء بيوم وليلة بيحتلوا رام الله كلياتها. أه يخشوا لكم جوا بقى. بالظبط، راح يحتلوا كل رام الله، مش راح نقدر نسوي شيء، فيش عندنا شيء نسوي، فيش غير هالحجر. والحجر سمعت اللي بيرمي حجر بياخد 10 سنين. أكيد. بشكرك وإن شاء الله نتقابل قريب والوضع غير. زي ما أنا قلت، هو مش تعايش، هو واقع. أنت مثلا في غزة في حدود بتدخل لك منها حاجات اللي هي بقى كتم الأنفاق والحاجات دي وبتاع، لكن هنا متحوطين من كل حتة، فهم بالنسبة لهم أنهم عايشين مع بعض كده جوه المدينة أو المحافظة، ده بالنسبة لهم هايل، ان مفيش اسرائيليين جوه معاهم، حواليهم اه لكن مش جوه معاهم. هنا الناس او البلاد مش شايلين قوي، لان ما حصلش القصف في الحرب، هم في الاخر عايشين في بلد لوحدهم، لكن اهلهم بيقولوا لهم اليهود والعرب والارض دي بتاعت العرب واخدوا ديارنا. وانت عايش في رمالة هنا مبسوط؟ اه. مش خايف من حاجة؟ طب والناس اللي خدوا ديارك، خدوا ارضك؟ بقصرهم بحزور. ايه؟ عاد بخافش منهم. تخافش منهم لكن مش زعلان منهم انهم خدوا ارضك؟ زعلان اذا اخذوا ارضي، زعلان. مش عارف تعمل ايه صح؟ صح. وانتوا عايشين في رام الله كده مع بعض مستقرين يعني مرتاحين؟ لا والله احنا مش عايشين برام الله، احنا هو نفسنا هون. عايشين فين؟
هو يعني كفر عقب. ومرتاحين الوضع فلسطين يعني مرتاحين فيه؟ بالمرة. لا ليه بقى؟ لأنه كمان شو اسمه أهل غزة بنتضايق عليهم كتير، فيش لا أكل ولا إشي، أخذوا أرضنا وزعلنا كتير عليهم. اللقمة الوحدة بكونوا بدهم إياها المعفنة، أما إحنا الرز الخربون مثلا من كوب. فين في غزة أزاي؟ غزة. عشان هيك دائما نحسب حساب لكل شيء، وزي ما بتقولي هاي في مواجهات مثلا اليوم هاي اطلع على قلنديا شوف غزة صح؟ وقلنديا هون على المعبر نفس الاشي في مواجهات وصابات كتير زي ما بتعرفي. انت نفسك ان الارض دي ترجع يعني ليكو؟ والله. طب وفكرة ان انتوا عايشين هنا ومفيش اسرائيليين جوا هنا مش مبسوط؟ يعني لو هبقى بس برا كده. لا ما هو نفس الاشي كله واحد، ما هو يعني اذا انا نطلع لسه عشان تدخل او تخرج تستأذن قصدك انت برضو؟ معبر رفح مثلا مسكر له شهرين معبر رفح، اما عنا هون الحمد لله احنا بنطلع وبندخل. بتدخل وتطلع باذن اليهود برضو؟ ما هو بعجبوا علينا تفتيش مش تفتيش تفتيش جامد. زي ما انا قلت لكم بالظبط، هم مش حاسين انها ارضهم، علامهم مرفوع وعايشين مع بعض بس مش حاسين انها ارضهم، لان هم بيطلعوا يدخلوا باذن اليهود، وبالنسبه لهم غزه هي الناس التعبانه قوي اللي بتقاوم عشان بيدخلها سلاح من الحدود اللي في نفس الوقت اثر على امن مصر جدا. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في
مجموعة شباب بتقاوم، زي ما بقول لكم ما همش سلاح ولا أي حاجة، بيقاوموا بالحجارة. أنا هقرب بس منهم أسمعهم. إحنا ماشيين وراهم. كان في عربية إسرائيلي واقفة هناك، بيقولوا إن هم كانوا بيرموا عليها حجر. العربية لفت وجاية، العربية الجيش جاية. وما أدرك 10 سنين بقى في السجون الإسرائيلية. هينزلوا ياخدوهم ولا إيه؟ هياخدونا؟ مبيخافوش من الجيش، هما رايحين ناحية العربية مش بيبعدوا عنها. غاز بس ولا هيرموا حاجة تانية؟ بص بص بص، بيلف البتاع، هاته، هو بيلف البتاع بالحجارة. شايف؟ شايف الحبل اللي فيه حجارة قاعد يلفه؟ انتوا بترموا حجارة صح؟ ها وريني بتعملها ازاي؟ بتحط الحجارة في دي وتروح رميها على الجيش؟ احنا طبعا بنرميها على الجيش من بسبب انتهاكاته لمسجدنا، مسجد الأقصى. يعني انتوا هنا بتقاوموا برضو؟ نحن بنقاوم اكيد من اجل مسجد الأقصى والشهداء اللي ذهبوا ضحية هذا الاحتلال المجرم. واكيد راح تقول ما عندكوش سلاح ولا اي حاجة. دايما دايما نقول اطفال الحجارة، اطفال الحجارة هم، ودي الحجارة. فقط حجارة ما بيقولوا اللي بيرمي حجارة بياخد 10 سنين سجن. ما بتخافوش؟ لا ما نخافش. بيرموا عليكم غاز بس كده ولا ممكن يقبضوا عليكم؟ ممكن انه لو كنتوا قبل شوي كانت محاولات مطاردات وحاولوا انهم يسقطوا عدة شباب لكن فشلوا فيها، وعندهم اطلاق الرصاص الحي. لما يجي يقف هو ماشي كده رمى، هو يقف كده يبقى واقف، احنا نعمل له حركات نستفزه فيها يلحقنا لتحت لعند وسط المخيم وتمسكوهم بقى هناك. نمسكهم يعني؟ هو دلوقتي بيرموهم بالحجارة هنا، يفضل واقف هنا فيفضلوا يرموهم بالحجارة، وبعدين يفضلوا يستفزوهم لغاية ما ينزلوهم جوه المخيم اللي احنا هنروح له دلوقتي. وساعتها لما تاخدوهم بقى وسط المخيم تعملوا ايه؟ جوه المخيم ما يقدروش يتحكموا فينا زي ما هم هنا، احنا يكونوا وسط شباب. بسم الله الله اكبر. بص بيرمي بالحجر ازاي؟ بس الغاز هيخنقنا. حسب الغاز عشان عربية الجيش واقفة وهم يضربوهم، يروحوا رامين القنابل، بيضربوا برصاص حي. بيضربوا برصاص حي لو استدعى. صح طيب.
يعني أنا ليه مقربش ليه؟ أنا مش عايزة الكاميرا تقرب أكتر من كده يا راضي. تعالى راضي، طب ولو مش عارفة أعمل إيه؟ خايفة منهم، أنا مش عايزاهم ياخدوا الكاميرا. أنا أخاف منهم إن شاء الله. ضرب نار حية. ها؟ أحمد تعال، ده رصاص. تعال، انا شايفه وهو بيطلعه، عشان كده بقول لك تعالى. بيضرب، شايفه؟ انا نفسي اروح اقف معاهم، بس انا بص ازاي هيضرب. هو هيضرب، هيضرب. ها بقولكم بيضربوا رصاص حي ولا صح؟ وانت مش خايف ليه؟ تعالى قول لي، ما بتخافش ليه؟ هيشوفوني انا كده، هياخدوا الكاميرا. ما بتخافش من الرصاص الحي؟ خافوش؟ انت مبتسم وفي رصاص بيضرب؟ عادي بخاف. والله ولو ضرب رصاص وموت حد فيهم ايه؟ عادي شهيد. عادي شهيد عشان الوطن، عشان الوطن. طب لو انا قربت كده معاكم هيضربوني؟ لا خليك هنا احسن. خليني هنا؟ طب ليه ما انا اموت شهيده معاكم؟ ها؟ انا مصريه. طيب ما انا جايه اهو، وانا واقفه معاكم اهو، مش 3 متر بيني وبينهم اهو. طيب وانا واقفه قاعده في بلدي وبقول لك اقف معاكم، انا واقفه معاكم اهو. بس اذا قتلنا يموتوا، بس حد في بقول لك ايه، بس هي الحجاره دي هتحرر البلد؟ ولا مندافع عن وطننا؟ دافع عن وطنكم. مش زي اللي قاعدين، مش زي اللي قاعدين. انت علي ولا لا؟ لا احنا يعني نقدم. لا حكام حكام العرب فدا الوطن. فدا الوطن. انتوا عايزين تروحوا فدا الوطن؟ الله اكبر، دول بيحاربوا. بس الحجر بينزل عليهم ايه يعني؟ سامع الراجل بتاع الكيش بيقول اي شايفين؟ شايفين هما واقفين؟ شايفين هما بيرموا حجارة على الجيش بتوجع بجد؟ وكل اللي بيتضرب ده رصاص حي؟ يعني الصوت بس بوظ وداني. ابتدوا يطلعوا، الأول حطوا قنابل مسيلة ها؟ وبعدين دلوقتي رصاص حي. جبناه منطاد. يعني ايه كاميرا ليه؟ جابوا باراشوت عشان يصوروا الولاد او يصورونا، حاجة من الاثنين، عشان يقبضوا عليهم. المنطاد اللي فوق ده، الباراشوت ده في كاميرا تصور الاشكال يعني، عشان يعرفوا يقبضوا عليهم بعد كده، يعتقلوهم. وانت ما بتخافش تعتقل؟ وريه الحجرة دي كده، وريه. هشوف الحجر، هشوف الحجر. فلسطين لسه بيحاربوا ولسه بيقاوموا.
بنسمع عنهم في التلفزيون. انا فخوره ان احنا وقفنا معاهم. والله العظيم لولا بس ان انا خايفه ان الصوره دي ما توصلكوش وان الكاميرا تتاخد كنا قربنا. مش خايفين خالص. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بقولك لو رحت وقفت معاهم هيموتونا؟ ها؟ بيحكوش مع الصحفيين. لا ما بيحكوش خالص، هم هيضربونا. انت شايف؟ هم دول اطفال الحجارة وهو ده صوت الأعيرة النارية الإسرائيلية. هو ده الواقع. نزل من العربية بالسلاح. بس فيهم أطفال صغيرين قوي. مش طلع السلاح وبينشن على طفل من الأطفال. الولد مصمم اكلمه وما بيكلمنيش، مركز جدا في اللي بيعمله ومش راضي يكلمني. كل حتة تعال. انا رايحين فين هما؟ بصوا المدرعة اهي هتضرب عليهم. نروح فين؟
تعالوا ننزل، تعالوا ننزل من الناحية التانية. العربية اللي معانا سابتنا ومشيت. مش بيجروا من المدرعة، يعني بيجروا من هناك. قلت بيجروا من السلاح، طلعوا ان هما بيجروا على المدرعة. الجيش نازل لنا، الجيش نازل لنا. القنبلة المثيرة للدموع اللي اترمت علينا دي غاز؟ ايه بطاطي؟ غاز. القنبلة قنبلة من الجيش الإسرائيلي. ايه؟ هتموتوا. انت عندك كم سنة؟ تعال عندك كم سنة؟ كم سنة انت؟ كم عمرك؟ 15. مش خايف تموت؟ لا لا لا، مش خايف يموت، مش خايف يموت. اروح فين؟ ايه؟ كسرتوهم بصراحة، والله كسروه. لا احنا جايين نحييكوا، بس انتوا عندكوش سلاح وما عندكوش حاجة. سلاحنا ايدينا، احجارنا. انتوا كسرتوهم. خليهم هيك بس، رموا علينا دي. هيو سلاحنا، هيو. احنا دايما نسمع عن اطفال الحجارة وبتاع، محدش جه وقف معاكوا شافكوا. لا دولة ولا مواطن ولا اي حدا. احنا اهل مخيم، عنا كيف بدي اقول لكم، يعني احنا في مخيمنا بحالنا. تاخدونا المخيم عندكم؟ نعم تاخدونا المخيم عندكم. تفضلوا. طب يلا يلا، عشان احنا عايزين خلص. خلصوا تخلصوا ايه؟ تعملوا ايه؟ تخلصوا ايه؟ ما هيعملوا لهم ايه بقى في الاخر؟ يعني تخلصوا يعني ايه؟ يوم 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 الجيش بيجوا بيطخوا اثنين منا. يوم يوم يطخوا برصاص حي؟ رصاص حي، في هذا اسمه رصاص التوتو، محرم دوليا. استعملوه عنا، وعنا بجوز 60 اصابه منه. رصاص التوتو 120 اسير. مش عايزينهم بس يرموا علينا حاجه، ما نقفش كده. يا والله بيرموا من تخطخهم، من طبشهم. مين اللي بيتخوه؟ هم بيتخوا علينا. ايوه هم بيتخونا. ليه يتخونا؟ ليه يا عم؟ احنا عايزين نعيش على ارضنا. قلت لكم لا انا مش خايف. هو في واحده خايفه واقفه هنا كده؟ لا هو انا كده خايفه كده خايفه. ده الجيش اهو. برافو عليك والله العظيم، انت جدع. عندنا كمان 400 اسير. فين؟ هذول الصغار. عندنا هيك اطفال صغار 400 اسير عندنا. بقول لك جابوا المدرعه كده، يبقى هيعملوا ايه؟ هذول بيجوا بتخر رصاص حي، بتخر رصاص. ما عشان كده مش عايزاهم بس نتكلم كده، يصوبوا حاجه ناحيتكم. ما تموتوش، انا عايزاكم تعيشوا تقاوموا. ليه تموتوا؟ كل الدنيا لازم تعيش تقاوم. ايوه بقول لك هم هيصوبوا. بص يا راضي، هيصوبوا رصاص علينا دلوقتي. طب يلا نروح المخيم. ده احنا مسميين عندنا المخيم مخيم معسكر الجلزون. طلع ايه؟ احنا مسميين المخيم المخيم، يعني طلع مصغر. طلع مصغر. هذا اخوه اسير، هذا اخوه اسير. الي اربعه اسير، هذا ثلاث، هذا فيش، هذا اولاد عمه. جميع المخيم ده فيش شهيد، بتلاقي اسير بس شريح، بتلاقي كل شيء. 23 سنه في السجن. وانتم مش في غزه؟ احنا هنا مش في غزه، وفي مقاومه برضه. يوم 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 ويروح منكم ناس، صح؟ كثير روح كثير. صار السنة اللي فاتت احنا مدينهم ضهرنا كده، هيضربونا بالنار. يدخلنا واحنا واقفين كده؟ لا انتوا لا. طلع كده عمره 13 سنة، استشهد هان. استشهد هان. وهي اللي ورا برضه نفس الشيء. روح الجيب هذا مش مش. ده شهيد اخوك؟ هذا وهذا. لا صاحبي. صاحبك. وانت لابس صورته. طيب نزل بس. طيب نزل على المفرق صورته. طبعا. شو نروح المخيم؟
ولا في الجنة بيعود يا هي جاية هي بقى تحت أرض إزاي؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هو ده هو كده جاي لنا شباب جاي لنا إحنا؟ خلينا نطلع بقى في الواحد ده عشان ما يعرفش هما بيعملوا كده ليه؟ ها؟ بيعملوا كده ليه؟ بيلفوا كده ليه؟ عشان يطخوا حد صح؟ عندك كام سنة؟ 13. واقف بالحجر؟ عندي 13 سنة واقف بالحجر اهو. طب احنا هنروح المخيم بتاعكوا ده. ما عندكوش علم فلسطين هنا نغزهم بيه طيب؟ عندنا بس بالدور ليه ما احنا عايزين نرفعها كده قدامهم في اصابة يا ها؟ في اصابة؟ اصابة ثانية واحدة اصابة من الجيش يعني؟ الجيش اللي اتصاب؟ لا 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 ايه؟ لا 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 ايه ايه؟ ايه؟ بيجي ايه؟ بلاش يطلق نار مباشرة عليك اروح فين؟ اروح فين؟ الاسعاف؟ عشان في حد من الجيش اتصاب؟ عندك هيضرب نار حي هيضرب نار حي صور هنا بيضرب نار هنا؟ بتعملوا كده؟ كل يوم؟ مخلوش حد هنا، مخلوش حد يشتغل ولا بيخلوا والاسعاف دي جت شالت حد فيهم ولا ايه؟ نعم الاسعاف دي شالت حد من الجيش ولا ايه؟ صغير تصور ده ولد صغير منكم انتوا؟ اه عمره 10 سنين الزد واخويا غريب
الشهادة هناك يا رب اوعدنا بنتركك يا رب نولنا الشهادة هناك يا رب اوعدنا بنتركك بحلف يا قدس بربي وسماك لا تعود زي ما ربي سماك أرض الطهارة وعيسى والرسالات معرج محمد للسبع سماوات. فكرة ان انت تموت شهيد دي مش فارقة معاك صح؟ مش فارقة بروح الوطن. اروح فين؟ عيون عريس وعروسة وفرحة كتبوا الكتاب والدمع الطرحة رايحين بشوق على جنة الخالدين زفة وملايكة منورة فلسطين الأقصى نادى والندى غالي ويهون عشانه على كل الفلسطينيين عشان مصر وفلسطين هيفضلوا اخوات طول الوقت والعرب هيفضلوا ايد واحده حتى لو بقلوبهم وعلم مصر اترفع في فلسطين. بص تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وتحيا فلسطين ويحيا العرب شامخين أقوياء مصرين على أخذ حقهم. بصوا على مصر مالية فلسطين ازاي؟ احنا هنلف الدنيا كلها ونقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وأي حد هيوقع بينا ما يقدرش يوقع بينا. يرقصوا بالعلام يلا نروح المخيمات حتى في رام الله المقاومة مستمرة مخيمات ناس عايشة في مخيمات لسه بتقاوم والأسر حجر هيجي علينا هنروح المخيمات عشان نشوف آراء مزيد من الفلسطينيين في ناس اللي هي عايشة ولادها في مدارس و و مش عارفة تعمل ايه. بيرفعوا علم مصر فوق اهم رفعنا علم مصر الفلسطينيين رفعوا علم مصر فوق تحيا مصر طول ما انا ماشيه بسمع تحيا مصر. احنا دلوقتي موجودين في مخيم فلسطينيين في منهم شهداء راحوا كتير في منهم اسرى متاخدين بالرغم من ان انا شايفه ان الموقف محبط وان الحلم بعيد إلا إن بعد شوية الروح المقاومة اللي موجودة عند الأطفال دي اتنقلت لي
إنه طول ما هم بيقاوموا وطول ما هم معترضين طول ما الحال مش هيفضل هو هو. عايز علم مصر؟ ده علم مصر بس على شرط. طب قول تحيا مصر بقى. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ماشيين بالأعلام في كل بلاد الدنيا وهنفضل نقول تحيا مصر ونرفع اسم مصر زي ما علم فلسطين نفسنا نرفعه في كل حتة ونرفعه بجد. بس عايزين نرفعه بجد علم فلسطين. عايزين نرفعه بجد. عايزين نرفعه بجد مش نرفعه خلاص. طبعا بجد ليه حق ان هو احنا بمصر احنا بنعتز بمصر ومصر راعي القضية الفلسطينية من تاريخها واحنا بنعتز زمان قوي من زمان قوي من تاريخ الاحتلال ومصر واقفة معنا. في مخيم فلسطيني هنا بيت وبيت فيه يا أسير يا شهيد. وانا ماشية سمعت مزيكا لسه سايبين الولاد بيضربوا الحجارة والجيش بيعتقلهم وبيضربهم نار حي وناس زعلانة على الأسرة والشهداء وناس عاملين فرح يعني تعايشوا مع المقاومة. سامعين في الفرح ده؟ فين هو تحت هنا؟ طالع على القاعة فرح زف في الشارع. هيطلع هنا كده؟ هيطلع كده على القاعة. أيوة من نص المخيم بيطلع الفرح من بيت فرحه وبيجوا على القاعة بيحتفلوا وبزفوا العريس من هنا من وسط المخيم من عند دريح الشهداء. هاي دريح الشهداء بتصوري من هنا بيطلع الفرح الصف هنا. أيوة عايزين نصور العرس. عايزين نروح العرس. هذا وسط المخيم. هذا الدوار دوار الشهداء. ده دوار الشهداء وسط المخيم. بيستشهد في هذا المخيم بحطوا اسمه عليه وعندنا رموز حركة المقاومة الشهيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين والأخ الشهيد صلاح خلف والأخ أبو جهاد الوزير استشهد شهيد الثورة الفلسطينية وكل شهداء المخيم اسمائهم موجودة على هذا الضريح. الضريح هذا يمثل وسط المخيم الأحياء الشعبية السوق والقهاوي. هم بيزفوا العريس دلوقتي؟ هاي العريس هيو بيزفوا فيه. صور يا راجل العريس بيتزف اهو. يا ولو 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 يا
خالص. قديش شعب عظيم. بص بص استنوا استنوا، انتوا رايحين فين؟ نعم رايحين فين؟ رايحين عند العرس. اه تعال، انتوا لابسين حلو قوي، رايحين العرس؟ آه. طب وانتوا بتقدروا تفرحوا وفي يهود حواليكوا وضربوا وكده؟ لا بتقدر تفرح وتنبسط وفي يهود حواليكوا كده؟ من اليهود ولا بتفرحوا؟ لا بنخاف. بتخافوا، لكن وسط ما بتخافوا بتفرحوا برضو. نعم وسط ما بتخافوا بتعملوا عرس برضو. لا يلا بس شكلهم عامل ازاي. يا جباري يا جباري يا جباري يا جباري معانا جباري 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 يا جباري يا جباري يا جباري يا جباري يا منها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب يا مكاتب العيدة ما يمني عشرة وما ويا
تخسرش فيها صوتك. اللي عنده اعاقه في دراعه، دراعه مش موجود، شفته وبيرقص. هاتوا يشتغلوا ويعيشوا وهما بيقاوموا برضو. دلوقتي احنا هنروح بيوت اللي فيها ناس ليهم قرايب واخوات أسرى وشهداء، الفرح جنبهم هنا وبيوتهم هنا، ممكن يبقوا معزومين في الفرح. انا بتابع كل برامجك كل ايتها. انت بتتابع كل برامجنا؟ كل حلقاتك. والله والله كل حلقاتك. طب قولي في فلسطين هنا بتتابع صبايا الخير؟ يوتيوب كلياتها. النهار مش عندك لكن بتتابع على اليوتيوب؟ على اليوتيوب. ايه اكتر حلقه عجبتك طيب؟ كل الحلقات تقريبا، يعني هي حلقات كلياتها مؤثره. ربنا يخليك. والله بس حلقه فلسطين هتبقى احلى حلقه. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. بقى الفرح كده وسط المقاومه، وسط قنابل الغاز، وسط الرصاص، وسط ازاي يعني؟ واحنا برضو لازم نعيش، حتى لو في عنا احيانا بكون عنا شهداء، احيانا بكون عنا اسرى، احيانا عنا جرحى، بس برضو لازم نعيش، لازم نفرح. بتقاوموا برضو؟ اه طبعا لازم نقاوم بخط متوازي، الفرح والمقاومه مع بعض. انت عندك امل انك هتحرر بلدك؟ ان شاء الله. اه طبعا. ولا اكيد امل بعيد ولا قريب؟ لا ان شاء الله قريب. بجد؟ بجد. اه ان شاء الله قريب طبعا. ازاي؟ بالامل بالاشبال دول اللي شايفتيهم كلياتهم، ان شاء الله هنتحرر طبعا. يعني انا لما جيت هنا احبطت، حسيت انه صعب. هي بصراحه يعني حياه المخيم صعبه، حياه المخيم بالنسبه لباك المحافظة. يعني مخيم وسط اسرائيليين من كل حته، واسرائيليين بين المحافظه والمحافظه، وكماين وشرطه وجيش المخيم زي ما حكيت لك حياته صعبه. احنا عندنا كتير قصص في المخيم، قصص كتير، يعني لو تدخلي كل دور بتلاقي فيه قصه. دخل اهو بالظبط، راح تلاقي قصص كتير، يعني في بتخلصيش، لا تعد ولا تحصى يعني. بس برضو احساس الامل موجود. طبعا اكيد الامل موجود. اشكر. يلا. الامل موجود، وقالي لو دخلت كل دار هتلاقي قصه، فاحنا هندخل كل دار نسمع قصه شهيد، قصه اسير.
شهيد طفل؟ طفل استشهد في شهر واحد، طفل هو كان في المدرسة، كانوا الاحتلال أجوا على المدرسة وطخوا عليهم الرصاص الحي وأجت فيه واستشهد. طفل اسمه هو كان بيرمي حجارة؟ هو ما كان يرمي حجارة، كان ذاهب إلى المدرسة الأصل. وكان أنا شفت أطفال صغيرين أوي واقفة بترمي حجارة، وكان بيضرب عليهم رصاص حي. بلدهم بدهم مقاومة، بدهم ليه كلهم أطفال؟ ليه ما فيش كبار؟ في كبار، بس الكبار في السجون. سجون. أنا كنت أسير. أنت كنت أسير؟ أنا كنت أسير بسجن النقب عند الاحتلال. طب قضوا على مقاومتكم قضوا على مقاومتنا بأي حدا حيحوز السلاح حيمسكوه حياخدوه يا حيعتقلوه بالليل حييجوا حيطبشوا له داره حيعتقلوه حيكسروا البيت وبيعتقلوه بسجنوه. فبقتلوا المقاومة، ورغم أنهم ما بقتلوا المقاومة إحنا بنقاوم بالحجر بنواجه الرصاص بالحجر وبالعلم وبكل الأشياء البسيطة والإيمان بالله برضو والله معنا قادر على كل شيء. دي 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 مستوطنات إسرائيلية اللي فوق دي؟ هاي المستوطنة. ودي إيه؟ بيوت اللي هنا؟ بير زيت، مدينة بير زيت، جيراننا مسيحيين ساكنين جنبنا، هم اللي أعطونا الأرض دي عشان نقعد عليها يوم اتهجرنا في عام 67. هم أدوكوا الأرض دي؟ أدونا الأرض اللي نقعد فيها لأنهم أولاد شعب. دول مسيحيين؟ مسيحيين. دي الأرض لإلهم، دي بتاعتهم وادوها للمسلمين. ادوها للمسلمين عشان يعيشوا، حيقدروا يعيشوا لانهم اليهود هجروهم من بلادهم. بس المنظر حلو زي هاي المستوطنات ورانا اليهود. ده البيت، البيت اللي رايحين عليه بيت شهيد، واخوه اسير شبل، وعمه اسير وابوه اسير في السجون، ورغم هيك حنقاوم. الارض اللي هناك دي كلها مسيحيين، مسيحيين فلسطينيين يعني. فلسطينيين هاي الكنيسة. ودونا الأرض دي. ودوهم الأرض دي مخيم ده. أنتوا كنتوا لاجئين جايين منين؟ إحنا لاجئين، جينا من فلسطين من عام 67، من بلادنا من 48. جينا منين؟ من أي حتة؟ من حتة بيت نبالة، ومن العباسية، ومن اللد، ومن الرملي، ومن حيفا، ومن يافا، ومن القدس. ومن كنتوا تلميتوا هنا؟ كلنا تلمينا هنا. جم من كل حتة وعاشوا هنا. وفي مستوطنات إسرائيلية حواليكوا هنا يعني. بص يا راضي، دي كده مستوطنة إسرائيلية. هم محوطينكوا، محوطيننا من كل مكان، كل الجبال المحيطة، كل التلة العالية عليها مستوطنات إسرائيلية، مستوطنات يهود. حتى في رب الله، حتى في كبوا علينا النفايات والمياه العادمة بتنزل علينا بالشتاء، احنا عندنا ما في بنية تحتية، وبرموا علينا كل اشي، وبيجوا بيضربونا بالليل وبيعتقلونا. قولي، هما بيعتقلوكوا عشان بيصوروكوا بالباراشوت ده ويجوا يلموكوا بالليل، ولا لوحدهم كده يعتقلوكوا؟ لا، هيصورونا ويعتقلونا، ومرات بيجوا لوحدهم يعتقلونا. ليه؟ ليه لوحدهم يعتقلوكوا ليه؟ مش هيهم ندافع عن وطننا وعن ديننا وعن إسلامنا وعن معتقداتنا، بدهم ياخدوا كل أرضنا. طب لو أنتوا رديتوا تعيشوا معاهم كده هيعملوا لكم حاجة برضه؟ هيعملوا لنا، ما هم مش راضيين يوقعوا على السلام. هم عايزين أنتوا تمشوا صح؟ عايزين إحنا نمشي، عايزين ياخدوا المقدسات، عايزين ياخدوا مسجد الأقصى والحرم. خدوه، هم خدينه، خدوه. ده أزيد، هو في سيطرة أزيد من كده؟ ما فيش حد عارف يقرب من القدس ولا إحنا حد. كل حتة هنا في جدار يعني فاصلين بينهم وبين بعض بأسوار، أسوار أسوار. بص السور اللي هناك ده يا راضي، ده سور بين المستوطنة وبين المخيم. برضه هنشوف الجدار التاني اللي حوالين القدس. حياة غريبة قوي، عمري ما تخيلت انها كده. يلا يلا نشوف فين بيت الأسير. بتهيألي الأسير ده أوحش من الشهيد، لأن الشهيد بتبقى عارف إن هو مات، لكن الأسير ده بتبقى عارف إن هو عند العدو وأنت مش عارف بيعمل فيه إيه. ففكرة الأسر دي أنا بنشوفها في الأفلام وزمان وكده، بس تخيل إن واحدة مثلا أم دلوقتي يبقى ابنها
أسير. بقولك أنت كنت أسير صح؟ بياخدوك يعملوا فيك إيه بقى؟ بياخدوني بيعتقلوني بيضربوني بتعدوا عليا. وممكن القصر يفضلوا قد إيه عندي؟ حسب كل واحد وشو بياخد حكمه. بضلهم ياخدوه ما بتركوه. ده يرجعوا ياخدوه كل شوية يعني؟ كل شوية هياخدوه. ممنوع هاي البيت وممنوع الطوق. الأكل مش مزبوط، بضربوا حكاكوا، ملابس مش مزبوطة، سكعة جوا المقطوعات. بعيشونا بخيم مش بسجن. قولي سجن يعني خيم؟ خيم بالصحراء بيرمونا بالنقب. الصحراء يعني بدكوا في الصحراء؟ فين العالم برضو. صورة الشهيدة هي. هو توفى ازاي؟ توفى ازاي؟ طخوا الجيش. ايه؟ كان يلعب بالمدرسة فوق من المدرسة، طلع يجيب الفوتبول، فجأة اليهود طخوه. ما كانش بيضرب عليهم حجارة ولا حاجة؟ ولا حاجة كان. طب وطخوه ليه؟ دخي ليه؟ ما هم يهود عدونا. لا يعني أنا شايفاهم بيضربوا الولاد الصغيرين اللي بيضربوا حجارة وكده. بس ما كانش لا فيه حجار، لا كان فيه حجار ولا كان فيه شيء يومهم. كانوا يلعبوا أولاد صغار مع بعض يلعبوا بالمدرسة فوتبول. طلع الفطبول برا المدرسة راحوا يجيبوا الفطبول اللي طخوا الجيش. ده من قد ايه ده؟ انا 50 سنة. من قد ايه توفى؟ من سنة. سنة؟ يعني هم يلفوا كده، بيلفوا بالعربية كده يروحوا ضربين الجيش. حراس على بين سلطنة بيت ايل جنب مدرسة الجلزون فوق. يضربوا لي عشان عمل ايه؟ ما عملش حاجة. كانوا بيقاوموا حد تاني وجات فيه طلقة ولا بيضربوه هو؟ قاموا ولا في إشي كان يضربوه هو يعني. جسمه هو دائما بتفننوا في الأطفال تاعين فلسطين يعني. ليه؟ لأنهم بشوفوهم اللي بيقاوموا يعني؟ لا مش مقاومة، ما كان في مقاومة ولا كان في إشي. لا يعني إيش معنى اللي بيكرهوا الأطفال الفلسطينيين؟ لأنهم عدو إلنا، أعدائنا. وأنتوا عايشين إزاي مع أعدائكم قريبين كده؟ يعني أنتوا عايشين معاهم؟ آه طبعا. أنا عايشين في ظل احتلال يعني، هذا احتلال احتلونا احنا وعايشين عندهم. عايشين عندهم؟ عايشين مع بعض يعني، هم عايشين عندنا اصلا في ارضنا، هم احتلوا ارضنا وعايشين عندنا يعني. بس انتوا حاسين ان انتوا اللي بقيتوا عايشين عندهم صح؟ الاحساس اه هيك، لانه كل الدول معاهم. لا والناس معاهم كلهم يعني. في الدول مش معاهم؟ لا لا الدول كلهم معاهم، كفى امريكا يعني كمان. امريكا اه. امريكا العربية ودول الاتحاد الاوروبي كلهم معاهم. كل العالم معاهم. العرب والله مش ضدكم انتوا بس، كل نهار سوريا وتونس ولبنان ومصر كله. اه ما هو نهاروا ليش يعني؟ لأن كل النظام العربي يعني كله هيك، كل النظام، كل النظام العربي، الأنظمة العربية كلها هيك، كلها مرتبطة مصالحهم على المصالح الأمريكية والإسرائيلية يعني. عشان هيك. لا وحتى لو مش مصالح مرتبطة هو يقدروا يحاربوا كل دول يعني؟ إسرائيل؟ في إسرائيل، ما أنت لو حاربت إسرائيل تبقى بتحارب أمريكا وبتحارب ألمانيا وبتحارب إنجلترا. آه صادين بنحارب. تقدر تحارب؟ آه بنحارب، راح نضل نحارب يعني. وفينا تجربة واللي بدل على هيك يعني، قديش صرنا إحنا محتلين يعني، قديش إسرائيل صرنا محتليتنا من 48 لليوم، حوالي 50 سنة 60 سنة وإحنا بنقاوم فيهم يعني، وما خدعنا ولا راح نضل لهم، كل راح نضل نقاومهم حتى لو أولاد أولاد أولادنا يعني. عندك قريب؟ عندك قريب كمان أسير؟ ابنك تاني أسير؟ ايه عمل ايه؟ كان قام في الاحتلال وأخدوه الجيش. من قد ايه؟
من سنة ونص، حوالي 18 شهر أو 19 شهر. وتعرف حي ولا حصل له إيه؟ موجود بالسجن. شرفك بتعرف من إيه؟ في زيارات وهو. في زيارات؟ بزوره. أمه بزوره. في حكم محكمة ولا؟ حكم 25 شهر. 25 سنة؟ شهر. شهر عشان عمل إيه بقى؟ ضرب حجار على الجيش، كان قاوم اليهود يضرب حجار عليهم. لأنه رافض وجود الاحتلال عندنا هنا. ما بده يكون في عندنا احتلال. عشان هيك. والمعاملة هناك ازاي بقى لما بيقبضوا عليهم؟ بيضربوهم، بهدلوهم، بكسروهم، بس إرادة الشباب يعني دائما قوية، بتكون أقوى من إرادة الجيش. عندك ولاد تانيين، واحد شهيد واحد أسير؟ الأولاد الصغار هذول اللي هم. كم واحد؟ ثلاثة كمان عندي، بنتين وولد. بتقول لهم بطلوا مقاومة ولا بتقول لهم استمروا؟ استمروا بالمقاومة لحين ما نخلص من الاحتلال. حتى لو راحوا كلهم؟ لو راحوا كلهم ونروح احنا كمان. لأنه هاي أنا يعني، أنا سنة 82 تصابت برجلي في خلال الانتفاضة، وانسجنت ونهدد دارنا، ولحد اليوم يعني ولا بكرة ولا بعده رح نستمر في مقاومة الاحتلال لحين منزلهم. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود. الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر، يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى على العهد والوفاء. نقول تحيا مصر وتحيا فلسطين. تعرف تقول قلت تحيا فلسطين؟ قلت تحيا فلسطين. سبوتا بكان قول اقول احكي احكي تحيا فلسطين. ارفع في الارفع العلم فوق. قول يا حمود انت، ما انا اقول الشهيد كمان. قول يا حمود. يلا يا مهدي قول تحيا مصر. يلا اتفضل، وده هدية مننا. اشكرك. تحيا مصر وتحيا فلسطين، وبحق هذا الأذان لنرجع لأرض دي ونلاقيها متحررة. طبعا الناس هنا زعلانة من العرب، ودايما بنسمع انهم زعلانين من العرب، بس هم مش حاطين رجليهم على أرض الواقع، عشان البلاد العربية في الحالة الاقتصادية المتدنية اللي هي فيها دلوقتي وفي عدم الأمن والفتنة شتتونا شتتونا وقسمونا عشان ما نبقاش أقوية ولا نعرف ندافع عن أي حاجة، شتتونا عشان ما نعرفش نقف مع بعض ونبقى ايد واحدة. كل بلد مش عارفة تلم نفسها عشان في الاخر نلم بعض كلنا ونواجه هذا العدوان. سيجي يوم ونقف على رجلينا ان شاء الله كلنا نحرر البلد. تحيا مصر وتحيا فلسطين. زي ما قلنا مفيش حد راضي ومفيش حد موافق، ولكن في ناس متعايشة زي الراجل اللي قابلناه عند المراجيح الأطفال كده، قال لك أنا هعمل إيه؟ معيش سلاح ومعيش حاجة. في ناس زي اللي في المخيمات هنا
اللاجئين المصممين ياخدوا حقهم، وكلهم عندهم أمل إن حياتهم تتحرر. ورينا كده راضي المخيم شكله إيه. بعد اليوم الأول حضرنا المناوشات وشفنا أطفال الحجارة، وحضرنا الفرح الفلسطيني اللي كان في نفس الوقت في نفس المكان، وقررنا ان احنا ما نقولش غير الحقيقة. الحقيقة هي دي، الحقيقة ان احنا في رام الله في بيوت فاخرة وفلسطينيين يعني، في حي او اتنين فاخرين، وفي المخيمات، وزي ما قلنا الجبال فوق موجود فيها الاسرائيليين، وحوالينها يعني عشان امشي من هنا اروح حته تانية لازم يكون الحاجز اللي هنشوفه مع بعض لو قدرنا نصوره اللي هو فيه الكمين، يعني ايوه رام الله اللي احنا فيها دلوقتي تحت اداره السلطه الفلسطينيه. يعني ايه تحت اداره السلطه الفلسطينيه؟ يعني هناك شرطه فلسطينيه. الفندق اللي احنا قاعدين فيه اللي هندفع فيه فلوس ده، الفلوس دي في الاخر داخله للسلطه الفلسطينيه او لفلسطين. لو وقفنا تاكسي دلوقتي وادينا له فلوس، دي فلوس بتروح للفلسطينيين. لو دفعت في مطعم موجود جوه رام الله فلوسه هتروح للفلسطينيين. يعني عايزه اقول ايه، لو انت كل واحد قال انا مش هروح رام الله، انا مش هروح اريحه، انا مش هروح بيت لحم، انا مش هروح عشان انا لو رحت هناك ده هيبقى تطبيع، لا انت ما بتروحش تل ابيب. انت بدل ما تخلي الشعب ده ياخد معونات وناس تسلفه واللي يديله مش عارفة ايه واللي يجيب له اكل، انت لو جيت صرفت $1,000 بس هنا، لو مليون عربي من السعودية والامارات وقطر ومصر وتونس ولبنان، لو مليون عربي فقط جم كل سنة دفعوا $1,000 هنا في فلسطين، يبقى في $1,000,000,000 دخلوا الشعب الفلسطيني اللي ممكن يعملوا منه جيش، وممكن يعملوا منه دولة، وممكن يعملوا منه مستشفيات، وممكن يعملوا منه حاجات كتير قوي. لو احنا مش قادرين قدرة عسكرية الفلسطينيين دلوقتي مفيش. العرب احنا كل واحد فينا عنده مشاكل في بلده، خلاص خلاص نجحوا ان هما يقسمونا، نجحوا ان هما يخلوا كل دولة فيها لبنان فيها نصر الله وفيها الشيعة وفيها الدروز وفيها المش عارفة ايه، العراق مع السلامة، مصر رابعة واثنين وتلاتة والارقام اللي طلعناها لنا دي والعلامة الصفراء والعلامة الحمراء، قسمونا خلاص. لو انت بتحب فعلا دينك، ولو انت عايز تيجي تحج للمسجد الاقصى من غير ما حد يقولك لا ما تدخلش تحج، يبقى توحد. مش لازم السعوديه توحد مع قطر، توحد انت كبلد، توحد انتوا كشعوب، توحدوا. هم بيضحكوا عليكم وبيرمولكوا السم عشان تتفرقوا ويعملوا حلمهم بتاع من نيل الفرات، ياخدوا العراق ومصر وسوريا. نقول ان ربنا انقذ مصر في الوقت المناسب. اعرفوا بقى اللعبة كويس قوي، وزي ما بقول انا بدعو كل العرب انهم يجوا فلسطين. احنا لبينا دعوة الرئيس ابو مازن وجينا، ولينا الشرف ان احنا جينا. اتضايقنا قوي من الواقع لأن السلطة الفلسطينية سلطة بلا سلطة ودولة بلا دولة. هناك شرطة، هناك مستشفيات، هناك هناك هناك، لكن عشان أنا دلوقتي يجي حد من السلطة الفلسطينية يدخل القدس هيتحكموا فيه.
عند المعبر هيتحكموا فيه وهو داخل رام الله، ممكن ما يدخلوهوش. لسه الاستاذ محمود الهباش النهارده بيقول لنا ان ابنه قعد 4 ساعات في المعبر عشان يدخل على هنا. هما حدودك كلها محتلينها، سايبين لك الحته دي تتحكم فيها، لكن تخرج منها وتطلع باذنهم. هنكمل معاكم هذه الرحله الصادقه جدا جدا جدا. واحنا دخلنا على فكره بوثائق فلسطينيه، وثائق من السلطه الفلسطينيه، مش بختم اسرائيلي ومش باي حاجه. معاكم الوثيقه. هتوه احسن، محدش يصدقني. احنا لو كنا دخلنا عن طريق الاسرائيليين كان هيبقى اسهل كتير. احنا صممنا الناضل وتبقى رحله نضال في ان احنا ندخل عن طريق الاردن والمعبر ويتحكموا فينا، ولا الوثيقه دي صح والوثيقه دي غلط والوثيقه دي مش اصليه عشان احنا جايين فلسطين. بكره هنحاول ندخل القدس، وانا متهيئه لو منعونا هتبقى جريمه حرب، لان ليه يمنع حد من العباده تبقى جريمه حرب. هنروح الخليل وهنشوف المناوشات اللي بتحصل، هنشوف حتى قسموا المساجد نصها يهود ونصها مسلمين، او نصها اسرائيليين ونصها فلسطينيين، عشان انا بكره ان احنا نتكلم دايما باسم الدين في الاذيه. تاني لو بتعرفوا ربنا وعايزين دين بجد، وعايزين تحرروا الاراضي بجد، وعايزين تبقوا مستقلين بجد، وعايزين ترجعوا للعرب هيبتها بجد، انتوا توحدوا كشعوب الاول. مصر تبقى واحد، لبنان تبقى واحد، سوريا تبقى واحد، العراق تبقى واحد. عملوا اللي في دماغهم وانتوا اللي ساعدتوهم. حتى بكلم المصريين، انتوا اللي هتقسمونا دلوقتي، انتوا اللي هتخلوا الاسرائيليين يبقى ليهم خطر علينا، انتوا اللي هتخلوا امريكا تعمل اللي في دماغها. بلاش نبقى هبل بقى، قعدنا 3 سنين هبل، نبطل هبل. عشان اللي انا شايفاه هنا ده صعب جدا 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 جدا. وعلى فكره هو مش بعيد عننا، لان احنا في وقت من الاوقات كانوا محتليننا وخدوا حته من ارضنا. انا بترجاكم تتوحدوا، لان الواقع قاسي جدا جدا جدا. انا الكرو اللي معايا المصورين مش قادرين يصدقوا ان ممكن الرئيس الفلسطيني يستأذن قبل ما يدخل فلسطين ويقف في المعبر، وتقف عسكري يهودي او اسرائيلي يقول لها، يقول له باسبورك ويبص فيه. اتقلبت الايه، ما بقوش هما اللي محتلين، بقوا الفلسطينيين هما اللي تشوف. فرحانين قوي احنا بس باليافطة اللي بتتحط في مجلس الامن وجامعة الدول العربية فلسطين. لازم يكون في دولة، ولازم يكون في فلسطين، ولازم يكون في قوة عربية، بس لازم نتوحد ونبطل يضحك علينا باسم الدين. شاطرة قوي امريكا انها كل شوية ترملنا سم كده واحنا نبلعه كويس قوي، ونتفرق نتفرق نتفرق. بطلوا ترفعوا شعارات، احنا مصريين مسلمين ومسيحيين، وعايزين نبقى قوة عربية واحدة عشان الخطة الإسرائيلية، المملكة الإسرائيلية اللي من النيل للفرات ما تتحققش. تاني بدعوا كل العرب انهم ييجوا هنا فلسطين، يصرفوا فلوس ويدفعوا في مطاعم ويدفعوا في فنادق، ويساعدوا الشعب ده ان هو يقوم على رجليه. ده واجبنا. لو مش قادرين نحارب عشان ظروفنا، احنا ظروفنا صعبة جدا، كل العرب ظروفهم صعبة جدا، لو مش قادرين نقف بالشكل الايجابي لازم نيجي، لازم نيجي، كلنا لازم نيجي. مش قادرة اقول لكم كمية الترحاب اللي احنا
بيرحبوا بينا بيها هنا عشان احنا مصريين جينا جينا فلسطين واقفين معاهم. مش قادر اقول لكم كميه الترحاب مهما احكي لكم، انتوا مش فاهمين الناس دي فرحانه ازاي بينا ان احنا فاكرين فلسطين وجينا فلسطين. انا متاكده ان العرب اللي بيحبوا بلادهم بجد ومؤمنين بالقضيه الفلسطينيه هيجوا يستثمروا فلوسهم ويدفعوا، لان تاني الفلوس اللي بتدفع جوه رام الله واريحه وبيت لحم و بتروح للفلسطينيين. بكره هنعيش يوم في نضال وتحدي ان احنا ننقل الواقع ثانيه بثانيه. الوثيقه اهي طلعها. طيب الوثيقة اللي داخلين بيها، وثيقة من السلطة الفلسطينية. دخلنا بالوثيقة دي وتعرضنا لكتير من المصاعب عشان معانا الوثيقة دي.
تبقى واحد، لبنان تبقى واحد، سوريا تبقى واحد، العراق تبقى واحد. عملوا اللي في دماغهم وانتوا اللي ساعدتوهم. لازم يكون في دولة، ولازم يكون في فلسطين، ولازم يكون في قوة عربية، بس لازم نتوحد ونبطل يضحك علينا. شهيد دي مش فارقه معاك صح؟ مش فارقه بروح الوطن. اروح فين؟ يكون عريس وعروسه وفرحه، كتبوا الكتاب والدمع الطرحه، رايحين بشوق على جنه الخالدين، زفه وملايكه منوره فلسطين. الأقصى نادى والندى غالي، ويهون عشان العمر لو غالي. لا تقلق كن يهودي. الناس اللي عايشة في القدس هنا من الفلسطينيين عندهمش باسبور فلسطيني، هل هيحترموا الباسبور المصري؟ جدار عشان يمنع اي فلسطيني انه يدخل القدس. اليهود المتدينين بجد ضد اللي بيحصل في فلسطين. حتى المسجد اسموه نصه اليهود ونصه مسلمين.